ويحك ألا تنتبه؟ أفق أفق أفق. وليس في الإسلام ثورة، وأول ثورة في الإسلام قام بها عبد الله بن سبأ اليهودي، وكان من جرائها قتل الخليفة الراشد عثمان وبزوغ نجم الروافض الذين أله وقتها عليا حتى حرقهم بالنار بعدما خذلهم الأخاديد. زعيم الثوار في أمة الإسلام هو عبد الله بن سبأ اليهودي، كان يهوديا فأعلن إسلامه كما أعلن بولس، وكان يهوديا كما أعلن بولس نصرانيته من أجل أن يفسد على النصارى دينهم وقد كان، فكذلك فعل ابن سبأ اليهودي